بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم سليمان العفاقي، عضو في جمعية طنجة مدينتي، ومسؤول نشاط تحضير الامتحانات البكالوريا في نسخته الأولى. كيف ما كتشوفوا، جمعية طنجة مدينتي اقترحت هذه المبادرة هذه من بعد ما خدمت مع التلاميذ في عدة مستويات. بعد ما كنا كنخدموا في تحضير المباريات الولوج للمدارس العليا والجي اف اللي هي جامعة فوروم، والسي اف اللي هي شعبة فوروم، اضطرينا هذا العام ان نخرجوا راه من اكراهات الحظر الصحي، وان صعيب لاكتيفيتي يخرج عن بعد، الاورغانيزاسيون ديالو عن بعد. قررنا بعزيمة اننا نخرجوا هذا النشاط اللي سميناه تحضير لامتحانات البكالوريا. كيفاش كنقوموا على العملية عن بعد؟ كنحددوا من نوع بعض الاجتماعات اللي باش نوضحوا الفكره اكثر. من بعض الاجتماعات كيكون على سويت سواء لابليكاسيون ولا شي بروغرام اللي كاين بحال باكزوم الميت. كنعلنوا الاجتماع وكنحاولوا نحضروا فيه، وكنحاول الفكره كتنمى. طبعا الحل الحضور كيكون باش تورغانيزي الريونيون في الميت كيكون شويه صعيب، حيت ما كنشوفوش بعضيتنا، غير كنسمعوا بعضيتنا، كنقراوش الاشارات بعضيتنا، وكنحاولوا على ان ننظموا راسنا باش كل واحد يعطي الكلمه ديالو بعد ياخذ الاشاره، بعد الاشاره ديالو. مبادره بالنسبه للتلاميذ لقات واحد الاستحسان كبير، واللي جعلنا ناكدوا على ان تاكدنا على ان القرار ديالنا صائب ملي خرجنا هذه المبادره هذه وعملنا هذا النشاط هذا. ومن واحد الناحيه اخرى اللي جعلنا نتاكدوا على ان التلاميذ عجبتهم هذه المبادره في اطار اليومين الاولين اللي نزلنا فيه التسجيل، نزلنا استمارات التسجيل. تقريبا تسجلوا اكثر من 300 تلميذ، اكثر من 300 تلميذ. طبعا الحال بحكم الاكراه ديال الوقت خلينا التسجيل لمده 4 ايام، ما كملاش تقريبا واحد 90 ساعه اللي خلينا فيها التسجيل، واللي تسجلنا فيها تقريبا واحد 480 تلميذ من 33 مدينه على الصعيد الوطني. طبيعه الحال حاولنا على ان نعملوا ماكسيموم المواد اللي غتيحوا في امتحان البكالوريا بالنسبه للشعب اللي حددنا، اللي هما بي سي انتر وعادي، عربي وفرنسي، اس في تي عربي وفرنسي، ايكونومي و اس تي او اس تي ان. حاولنا نعملوا ماكسيموم، مي بواحد قيدنا راسنا بواحد الشروط. على المثال، على ان ولا تجمعنا جروب مثلا فوق 10 نقدروا نكريو جروب، اونت 10 و 25 تلميذ نقدروا نكريو جروب، ما نقدروش نفوتوا 25، حيت بما في حال ذكرت سابقا على ان غنكون داكشي عن بعد، وخصنا نحافظوا على يكون واحد الاورغانيزاسيون مع التلميذ والاستاذ والتلميذ يستافد. ما نقدروش نكريو جروب وحنا باقي ما قورناش 10، غنكونوا غير بحال مثال كنكبوا الماء في الرملة، يكون واحد تكون عملية حسابية ما تنظيمية ما تنجحناش نوعا ما. جمعية طنجة المدينتي هاد القضية هادي كتشوفها بحال كيشوفوها جميع الأساتذة المختصين، أن التعليم عن بعد ماشي بحالو بحال التعليم حضوري. التعليم الحضوري كيكون واحد التفاعل بين الأستاذ والتلميذ، كيكون واحد كتقدر تنوض من السبورة، تخرج الإشارات كتلعب دور مهم. بعض التمارين كيكون واحد التواصل سهل بين الاستاذ والتلميذ، ماشي بحال عن بعد. عن بعد كيكون مثلا العائق مثلا الكونيكسيون، طريقه الشرح ماشي واش السبوره ماشي هي في ورقه على البي سي على الحاسوب ولا في التليفون ولا شي حاجه. طبعا الحل كتختلف الطريقه. هاد القضيه حاولنا حنا نعالجوها، بما ان حنا عملنا هاد النسخة الأولى لتحضير الامتحانات البكالوريا، قررت أن طنجة المدينتي تكون هاد النسخة هادي بالمجان، والمجان ولكن بشروط معينة. حاولنا أننا نستهدفوا الفئة للتلاميذ اللي بحال قلت أنت انتيغيسي، مي ما لقاتش فاين، ما لقاتش البديل. وبدينا كنركزوا طبعا الحال، بما أن حنايا وصلنا لواحد العدد 480، كانت الاستطاعة ديالنا تقريبا ما توصلش ل 480. حاولنا على اننا نكون واحد معايير الاختيار، من بينهم بين معايير الاختيار هو تجاوب التلميذ مع
استماره ولا مع هذا النشاط هذا، بحكم مثلا تقدر تشخصي التلميذ تقول له مثلا في محتاج كيجيك واحد التلميذ واحد الجواب تري كلير، انا كنحتاج ماده فلان فلانيه وماده فلان فلانيه. هذا كتشوفوا ملي كيكون التلميذ عارف شنو يخصو، سين كتكون كتعاونوا وانتينا واحد فرحان تعاونوا. قضيه اخرى شفنا ناحيه المستوى الاجتماعي للتلميذ، طرحنا بعض الاسئله اللي كتخلينا حنايا نعرفوا المستوى الاجتماعي ديالو. مثلا كيكون مقارنه ولا جات طنجه مدينه ما تختار شي واحد التلميذ اللي عتمن مقارنه بواحد جوج تلاميذ انتيغيسي، واحد عنده الامكانيه يزيد السوايع واحد ما عندوش الامكانيه يزيد السوايع، غنختاروا طبعا نختاروا اللي ما عندوش الامكانيه يزيد السوايع. كنحاولوا نتيحوا فرصه للتلاميذ اللي عندهم الرغبه وما لقاوش فين يحققوا الرغبه ديالهم. طبيعه الحال بر النشاط تحضيرات الامتحانات البكالوريا نحاولوا نعملوه على 3 ايتاب. الايتاب الاولانيه هي بريباراسيون، يكون فيها مثلا ما يكونوا فيها الدروس اللي كينزلوا عبر الفيديو والتمارين اللي كيحطهم الاستاذ وكيصحوهم في اللايف في برنامج للهواء. القضيه الاولى المرحله الثانيه انا بحال واحد امتحان تجريبي محاكاه، واخا ما تكونش محاكاه بحال الارض الواقع، مي نحاولوا نقربوا من الواقع نوعا ما باش نعدل واحد الامتحان ونتصحح ونشوفوا الاخطاء ديالنا ونشوفوا الايجابيات ديالنا والسلبيات ديالنا. والمرحله الثالثه هي اللي ذكرتيها، خلينا واحد 3 جوغ قبل امتحانات البكالوريا نحاولوا ننصحوهم النصائح، مثلا كيفاش شحال المده الزمنيه، شحال المده اللي تقدر تنعس في النهار، نعمل نفسي امتحان دير له بعض النقاط على ان باش ما يتخلعش امتحان، رغم على ان هذا العام هذا النسخه ديالو البكالوريا يكون واحد الحاله خاصه جد خاصه، بما انه يكونوا في مجموعين في واحد القاعه كبيره وامتحانات امتحان يدوز لهم مخالف على اللي كيدوز شحال هادي. هو طنجة مدينتي واخا نوعا ما نشاط خرجنا من الارض الواقع متاخرا نوعا ما، علاش؟ حيت كنا كنتسناو رفع الحجر الصحي باش نهدلو الارض الواقع، وانما بما انه رفع الحجر الصحي زادت مده ما بغيناش نحرموا التلاميذ من هذه الفرصه هذه، واضطرينا لان راه الاكراهات بحال اللي قلت لك ان بحال دابا كنا كتشوف الاجتماع كيدوز هنايا وكل واحد من الدار ديالو كنحاولوا نعملوا اجتماعات، كنحاولوا نعملوا لي طاش اللي مكلفين بها وكونتاكتي الاساسيد تعدل لي جروب، هادشي اللي كامل كل واحد في البيت ديالو صعيبه نوعا ما. مي الاعضاء الجمعيه طنجه مدينتي وجمعيه طنجه مدينتي كمؤسسه ما بغاتش ان هاد التلاميذ هادو تحرموا من هاد النشاط هذا، وان شاء الله يكون طنجة مدينتي تقدر تعاونهم نوعا ما في النجاح ديالهم ان شاء الله ياخذوا البكالوريا هاد العام ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.